خويا جات ضربت باي جات ويا. انطلقت الأمسية بكلماته بصوته ويرحب بنا بمعنى أنه ولن يموت وسيظل في ذكرانا خالدا شامخا. رحمك الله الأخ صنبر. اللهم إنا لجأنا إليك، اللهم إنا توجهنا إليك في هذه الأمسية الربانية. فقدناه وفقدنا فيه الزعيم والمدير والقيادي والنقابي. محمد قليوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم. اليوم عشنا أمسية أمينية للراحل مصطفى النشيط بكل مكونات ديالها. طبعا حق تعرفوا مصطفى النشيط هو اللي كان رئيس الجامعه قبل مني طبعا الحل، ورجل التوافقات، رجل المحبه، رجل السلام، رجل التضامن. مصطفى النشيط اليوم اصدقائه وعائلته اسرته المجتمع المدني كله حاضر اليوم. الجامعه الوطنيه للتخييم يمكن الا ان تقول ضعنا في هذا الرجل، لانه بالفعل خلى واحد الفراغ كبير جدا في حياتنا، لانه خطف فجاه لله ضرك. الله يرحم مصطفى النشيط، وبالتالي اليوم كنتمناو كاملين الرحمه والمغفره، وشكرا لكل من حضر معنا هذا اللقاء. وكندعيو ليه بالرحمه وكندعيو ليه بالمغفره، وكنتمناو انه تكون قبره روض من رياض الجنه. الله يغفر لنا ولاه. وافتقدنا واحد المناضل صادق، واحد المناضل شامخ، افتقدنا واحد راجل ذو كرامه عنده الانفه ديالو، يعني لا يتنازل اذا اتى يعني مواقفه، متشبث بمواقفه لانه يعتبرها مواقف صائبه. ولعب دور كبير في تنشيط الجمعيات وفي تنشيط المخيمات وفي تنشيط كذا. نتمنى من الله عز وجل ان يجعل جميع الاعمال التي قدمها لهذا البلد ولهذه الناشئه ولهذا الحي المحمدي ولا للحزب ولا للنقابه ان تكون في ميزان حسناته. المدير العثماني الادريسي صديق المرحوم الاخ مصطفى نشيط. الحقيقه افتقدنا في هذا الرجل واحد الطيبوبه والصدق في الكلمه، افتقدنا فيه الإخلاص والوفاء للعمل، لا العمل الجمعوي ولا العمل الحزبي السياسي ولا النقابي. افتقدنا فيه روح الدعابة، افتقدنا فيه زيارات اللي كنا نقوم بها جميعا للديار المقدسة، افتقدنا فيه اللمة لأنه كان رجلا مضيافا. كلما كانت الظروف متاحة تجمع الأصدقاء ديالو والإخوان ديالو، هذا في لمة عائلية. نتمنوا إن شاء الله الرحمة والمغفرة ونسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. مرحوم مصطفى نشيط الأخ ديالنا الأكبر بمثابة الأب والسند ديالنا والأخ ديالنا الأكبر، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. كنبغي نشكر كل من ساهم في هذا الحفل التعبيني الروحاني، وعلى رأسهم السيد رئيس الجامعة الوطنية للتخييم وكل أعضاء الجامعة على هذا الحفل. الله يرحم الجميع، واللي مريض الله يشافيه، والله يوفق كل من حضر في هذا الحفل هذا، الله يوفقه في المسيرة ديالو، سواء الجامعة الوطنية، سواء الجمعية، سواء النقابة، جميع الحضور، جميع أبناء الحي المحمدي، جميع الأعضاء والأحبة داخل جهة الدار البيضاء أو على الصعيد الوطني. شكرا للجميع، إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد القرطيطي رئيس جمعيات التربية والتنمية، الرئيس الشرفي والمؤسس للجامعة الوطنية للتخييم. نحضر في هذه الأربعينية للأخ والرفيق والمناضل الحاج مصطفى نشيط، الذي اشتغل معنا في جميع منابر الحزب، خاصة في الجمعيات الموازية. كان مثال النزاهة والصدق والمواطنة، وكان مناضلا يدافع عن الطفولة وعن اليافعين وعن الشباب، ويسعى إلى ترقية مؤسسة التنشيط من مخيمات وتداريب، وكان
رائدا في عمله، مجدا في علاقاته، نود أن نترحم عليه في هذا اليوم المبارك، ونتمنى لعائلته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحيم رشاد عبد السلام، أمين المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات. أولا اليوم هذا اليوم لتلحية الذكرى ديال الأخ وصديق وعزيز الذي عشت معه حياة الرجل النقابي اللي كان دائما يدافع من أجل طبقة الشغيلة. حقيقة قد واحد الأخ اللي عشت معه سنين، أخ اللي دائما كان همه الشاغل هو أنه يرى أن العامل ذاك النقابي كل أنه فرحان. هذا اليوم حقيقة تأثرت كثير لأنه الفراق دياله ماشي سهل. الرجل اللي هو عصامي كان دائما يسعى إلى الخير للجميع، الرجل اللي حقيقة سياسي نقابي اجتماعي تربوي جمعت فيه كل الصفة، فرحمه الله رحمه الله. وبهذه المناسبة كذلك تنشكر الإخوان ديال الجمعية اللي حقيقة تربية الجمعية اللي قاموا بهذا التأبين، لأنه يوم عزيز إن شاء الله وغيبقى دائما الاسم دياله نشيط دائما راك حي في القلوب ديالنا وفي اعمالنا، وغتبقى دائما نشيط الى الدوام. طرف المرسلين، معكم الاخ نور الدين بن الله مفتي حزب الاستقلال. بطبيعه الحال اليوم كنحضروا الحفل التأبيني ديال المرحوم والمشمول بعفوه ورحمته الاخ مصطفى نشيط، مفتي حزب الاستقلال بعين السبع وقيادي في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واخ وصديق عشنا معه في خندق واحد منذ الثمانينات في فرع الحي المحمدي بمعيه الاخ من عبد المولى يتيم اللي هو من المناضلين ديال الحي القدماء الحي المحمدي. فمصطفى نشيط كان من مناضلين ديال الشبيبه، وكان من المناضلين ديال التربيه والتنميه سابقا، ومن بعد التربيه والتنميه، ومن بعد انتقل الى تكوين الجمعيه ديالو، الجمعيه الخاصه به، وكان عضوا نشيطا في الشبيبه الشغيله وفي حزب الاستقلال في فرع حزب الاستقلال في الحي المحمدي مع الحاج عمار ومع الحاج حسن رضوان، الحاج مصطفى الغزالي، مع الحاج محمد العنيبي، مع الحاج محمد محيب، مع الحاج الحسن النعماوي، مع واحد القاده، واحد مجموعه الاسماء يعني لا جينا نذكرهم يعني ما غاديش. اللائحه طويله وطويله جدا، لانه ناضل مع هاد واحد دي كاليبر كما كنقولوا قيادات وطنيه ديال الحي المحمدي، لان الحي المحمدي دائما تعتبر قلعه استقلاليه. والنشيط بطبيعه الحال هو ساهم في هذا العمل، وكان بطبيعه الحال يشتغل معنا لا في الحملات الانتخابيه، لا في الحملات الانتخابيه ديال 83 ولا في الانتخابات ديال 92، وبطبيعه الحال كان موظفا في عين السبع مكلفا بالشؤون الاجتماعيه، وكذا اعطى الكثير في هذا المجال. وكصديق وكاخ عشنا معه طويلا، وعشنا في النضال، لا في اطار الاتحاد العام للشغالين ولا في اطار الحزب ولا في اطار الشبيبه ولا في اطار الجمعيه ديالو. نحن باقون، الجامعه الوطنيه للتخييم باقي وستبقى.